السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ ما زلنا بنتكلم في موضوع السيفتي اللي كنا بدأناه من أول كورس. النهارده هنتكلم على جزء مهم جدا في هذا الموضوع، وهو جراوند فولت سيركت انتربتور أو جراوند فولت سيركت بريكرز. الموضوع ده مهم جدا خاصة سيفتي للهيومن، وبالذات في السنسيتيف اكويبمنت زي مثلا الهيومن اللي هو في حمام السباحة، أو الهيومن اللي هو اللي بيتعامل مع الكمبيوتر أو بيتعامل مع أجهزة اللحام أو غيره. عاوزين نحقق سيفتي للهيومن ده. تعالى بس كده نبدأ إن إحنا نحاول نستعرض الفكرة بتاعة الـ جراوند فولت سيركت بريكر الأول. لو إحنا عندنا إكويبمنت، فرضنا عندنا سورس أهو إي سي عادي خالص زي مثلا 220، وبعدين السورس ده موصل على لود، عندي لود أهو، ده الكويل بتاع اللود زي مثلا اللود ده عبارة عن موتور، عبارة عن لامب، عبارة عن كشاف، وات ايفر هو ايه، ده جسم الجهاز نفسه اللي انا شغال بيه. فطبعا عشان ابقى حاقق البروتكشن في الدايره دي، اكيد احنا بنعمل ايه؟ بنروح حاطين سلك بريكر في الدايره. فانا عندي هنا في سلك بريكر حطيناه هنا في الدايره. السلك بريكر ده وظيفته ايه؟ وظيفته لو حصل فولت في الدايره هنا، لو انت حصل فيه فولت في الجزء ده، هيعمل ايه؟ الكرنت هنا هيبتدي يعلى في البريكر ده خلاص، وبالتالي ان انت حميت الاكويبمنت نفسه ان يحصل له مشكله ساعه الايه؟ الشورت سيركت، وحميت السبلاي، حميت السبلاي ان يحصل له مشكله او ان الكرنت اللي هو زياده ساعه الشورت سيركت. غالبا لو جينا مثلا نتكلم على حمل صغير، سي مثلا انت مختار السيركت بريكر ده مثلا 16 امبير. في النورمال كونديشن اكيد الكرنت هنا ماشي اقل من 16، ادي الكرنت هنا اهو، ادي الاي اللي ماشي، وهو طبعا هيمشي جوه الكويل بتاع الجهاز وبعدين يرجع تاني هو نفس الايه؟ نفس الكرنت. خلاص؟ فلو انا عندي كرنت فوق ماشي سي مثلا في النورمال كونديشن 10 امبير، هيبدا 10 امبير والدنيا كويسه. لو حصل فجاه في فولت في الدايره، الكرنت هيزيد، هيبتدي يزيد الكرنت عن 16 امبير، هيبتدي السيركت بريكر ده يفصل. طيب تخيل بقى لو احنا حصل عندنا ايه؟ ان في دلوقتي الفيلير بتاع السلك اللي داخل ده، الانسوليشن اللي عليه حصل له فيلير. حصل له فيلير قلنا يعني ايه؟ يعني دلوقتي اللي جوه اللايف ده او الكوندكتور ده وصل على جسم الجهاز. ناخد هنا كده لو فرضنا الكوندكتور ده اهو، الجهد اللي فيه وصل على جسم الجهاز. وفي عندي هيومن زي ما اتفقنا كده من اول السنه كان لامس جسم الجهاز ده. اللي هيحصل فيه ايه؟ هيبتدي فيه جزء من الكرنت يمشي جوه البني ادم. يعني في جزء من التيار كده هيحاول يمشي هنا في الهيومن ده، زي مثلا التيار بتاعي اي ليكج اهو اللي هو ماشي جوه البني ادم، هيوصل للايه؟ يمشي من البني ادم للجراوند، هيبتدي الاي ليكج يفضل ماشي جوه الهيومن ده ويمشي جوه الجراوند، ممكن يعمل مشكله الهيومن. احنا اتفقنا مع بعض التيار اللي في البني ادم ده نقدر نحسبه ولا ما نقدرش؟ قلنا نقدر نحسبه بسهوله. الاي ليكج اللي هو بيساوي ايه؟ الجهد اللي على الهيومن اللي هو البي اللي عليه، هنقول البي اللي على الهيومن، ممكن يكون زي ما شايف هو تاتش في الحاله دي، على الريزيستنس بتاع البادي ده. طبعا تشمل كل الريزيستنس الموجوده بتاع الايدو بتاع الفود بتاعه وهكذا. طيب اتفقنا مع بعضينا عشان البني ادم ده لا قدر ممكن يحصل له مشكله، يبتدي يحس من اول كام التيار اللي هو ماشي فيه، وقلنا ابتدى يحس تقريبا من 10 ملي امبير، وابتدي المشكله تزيد لحد 100 ملي امبير، بيبتدي ممكن يموت، ومن 30 ملي امبير ابتدى يحصل له مشاكل. فانت عايز الكرنت هنا ما يزيدش في اليومن ده عن ال 10 ملي امبير خلاص، في اللي هو كونتينوس. طيب هل لو في بني ادم مسك اللي هو الاكويبمنت ده ومشي فيه تيار، التيار اللي احنا اتفقنا انه ايه؟ اللي يعمل مشكله مع البني ادم اللي هو اعلى من 10 ملي امبير، هل السيركت بريكر ده هيقدر يحس بالقيمه دي ولا مش هيقدر؟ لما انت جايب سيركت بريكر 16 امبير، اكيد لو التيار مشي في اليومن ده حتى 1 امبير اكيد ده مش هيحس. ده عشان يقدر يحس بنتكلم في الايه؟ في الرينج بتاع 16 او 20 امبير، فاكيد عمر ال 10 ملي امبير دول هيأثروا على السيركت بريكر. طب انا عايز ايه؟ انا عايز احط جهاز حمايه هنا يعمل ايه؟ جهاز الحمايه ده يعمل اول ما طيار، لو لقى في طيار مشي في يوم او مشي او اي طيار ليكج زاد عن ال 10 ملي امبير او القيمه اللي انا هظبطه عليها، يبتدي يفصل فورا. اكيد السيركت بريكر العادي مش هيقدر يعمل الحركه دي. امال يتعمل ازاي؟ فقالوا ده لا خلاص، ده احنا عندنا في حاجه اسمها ريزيدوال
كارنت سيركت بريكر او اللي هو ريزيديوال كارنت. طبعا دي اسامي كتير قوي، في ناس بتسميه ريزيديوال كارنت سيركت بريكر، وفي ناس بتسميه اير سليكج سيركت بريكر، وفي زي ما قلنا لكم اللي هو جراوند ليك سيركت بريكر. كل دي اسامي موجوده يعني كتبنا ده هيبقى اسمه اير سليكج سيركت بريكر. ادي اير سليكج اهو سيركت بريكر، من اسمه كده هو بيشتغل على الليكج اللي رايح ليه للجراوند. طب ده فكرته عامله ايه؟ ده فكرته الموضوع بسيط جدا. تعال تخيل كده زي ما احنا خدنا السنه اللي فاتت، لو انت جبت كور كده اهو كور حديد معايا، وجبت انا التو وايرز دول مشيتهم جوه الكور ده خلاص، فانت عندك ادي السلك الاولاني اهو هبتدي ادخلهم جوه الكور اهو بتاع اللي سي مثلا اللي فوق، والسلك الثاني اللي هو اللي تحت ده برضه ادخله من ايه؟ من جوه الكور. طبعا التيار زي ما احنا شايفين كده هنا داخل في الجزء ده وخارج في الجزء الثاني معايا، والجزء اللي هو اللي بره ده مصنوع ماده مصنوعه من الحديد خلاص. وجيت رحت انت حاطط كويل على اللي هي الايه الكور ده كده خلاص، جبنا كويل اهو وحطيناه على الكور ده. تعال نبص اللي هيحصل كده في النورمال كونديشن، طالما مفيش فيه فولت هنا ومفيش اي مشاكل خالص، اكيد التيار اللي فوق هو التيار اللي تحت، يبقى انا عندي التيار الداخل هو الاي اللي هنا هو اللي خارج، يبقى المحصله بتاعت التو كارنت دول زيرو. يبقى انا عندي هنا لو انت بتتكلم ماجنتيك فيلد، في ماجنتيك فيلد هيتكون جوه الكور ولا لا؟ طبعا بامبير لو، امبير بيقول ان الالكتريك الماجنتيك فيلد اللي بيتكون من هنا الاتش ضد ال بيساوي اللي هي السمشن بتاع الكارنت، فالكارنت هنا داخل هو اللي خارج والمحصله بزيرو، يبقى الاتش بزيرو. لكن لو حصل فيه فور اكيد هيبقى في الحاله دي التيار اي 1 بيساوي اي 2، في الحاله دي هيبقى هنا اي 1 وهنا اي 2، هيبقى في فرق بينهم ولا لا؟ في فرق اللي هو الاي ليكج ده. في الحاله دي الاي 1 ماينس الاي 2 اللي هو التيار اللي هيمشي جوه الهيومن ده في الاي ليكج. في الحاله دي هيبقى في ماجنتيك فيلد هنا ولا لا؟ اكيد برافو، يبقى فعلا اكيد هيبقى في ماجنتيك فيلد جوه اللي هيتكون جوه الكور ده. طالما في ماجنتيك فيلد هنا في مجال مغناطيسي اهو اتش، يبقى في بي، يبقى في انديوز دي ام اف هنا على الايه؟ على الكويل ده، يبقى انا عندي هنا في انديوزد ام اف. اقدر انا اخد الام اف دي واخليها تروح تعمل ايه؟ تفتح السيركت بريكر ده، يبقى انا هستغل الام اف اللي اتكونت دي واخليها تفتح السيركت بريكر ده. خلاص؟ يبقى الموضوع بسيط جدا. يبقى انا هعمل ايه؟ بدل ما انا هستخدم السيركت بريكر العادي، لا استخدم السيركت بريكر بريلي. الريلي ده هيشتغل امتى؟ لما يكون التيار اللي فوق مختلف عن الايه؟ التيار اللي تحت. يبقى الموضوع ببساطة قوي، هو بيكمبير بيعمل كومباريزون بين الكرنت اللي رايح نقول اي 1 والكرنت ايه؟ اي 2. والله لو اي 1 بيساوي اي 2 يبقى اذا ايه؟ الدايرة ما فيهاش مشكلة، لو الاثنين دول بيساووا بعضيهم يبقى اذا الدايرة ما فيش مشكلة، ما فيش اي فولت والدنيا تمام. لكن لو الاي 1 مختلف عن الاي 2 يبقى في فرق بينه، وبنسيب مثلا الاي 1 ده اكبر من اي 2، يبقى اكيد في مسار للتيار ثالث رجع اكيد رايح ناحية الفولت، يبقى اكيد ده على طول جراوند فولت، وفي الحالة دي هيفصل الدايرة بتاعتها، هيدي سيجنال للايه؟ البريكر ده انه يفصل. ودي موضوع بسيط جدا اهو، بنقدر ان احنا بسهولة نعرف او نتغلب على مشاكل اللي هو الكارت اللي ممكن يمشي في اليوم ده. تمام؟ لو جينا بقى نشوف الدايرة بتاعتنا ببساطة، وبعدين ايه؟ نتكلم على ازاي اظبط سيتنج للريزيديوال كارنت سيركت بريكر او الاير سليكج سيركت بريكر. نكمل اهو. يبقى انا عندي في الحالة العادية، تعالى نبص بقى الشكل بتاع الدايرة عامل ازاي. ادي عندي السبلاي اهو، بينا نبص ده السبلاي بتاعنا اهو، فانت عندنا هنا 220 جايين هنا اهو، او 110 على حسب، ده هيعمل 110 اهو. فانت عندك السبلاي بتاعك في الحاله العاديه الكرنت ماشي اللي هو المعادي ده اهو، الكرنت ماشي على طول اهو، دخل في الايكويبمنت وابتدي يرجع تاني مفيش اي مشكله. رحت انت حاطط الكور، شايفين الكور اهو خلاص ماشي فيه السلكين، سلك التيار رايح التيار اللي راجع. في حاله نورمال كونديشن خلاص يبقى اللي رايح هو اللي راجع، وبالتالي الدنيا كويسه ومفيش اي مشاكل. طيب لو حصل فيه فولت هيبقى التيار اللي راجع او اللي رايح مش هو اللي راجع، في فرق ما بينهم. خدت انا الكلام ده على دايره هي سولد ستيت، تقدر تكمبير التو كرنت، وانس ان في تو كرنت تتكون هدي سيجنال شانت تريب ده ايه؟ هتروح فاتحه السلك بريكر هنا. الموضوع بسيط جدا. خلاص؟ طيب لو انت عايز تتاكد بقى، انت لسه شاري الاير سلك بريكر وعايز تتاكد انه شغال، اعمل ايه؟ تخيل كده انت دلوقتي لسه شاري جهاز جديد او اير سليك سيركت بريكر جديد وعايز تتاكد انه شغال. طالما عايز تتاكد انه شغال فانت عايز تعمل فولت انتهى بايدك،
طيب اعمل انا الفولت بيدي ازاي؟ خلاص اكيد اجيب ريزيستنس خلاص واحطها عشان بس ليمت الكرنت واوصل. اهو جبت انا بص كده عملت انا فولت بداية ازاي؟ خدت نقطه من هنا اهو ورحت ماشي سلك جوه الكور عشان يبتدي يقرا الكلام ده، ورحت عامل ايه؟ ده سويتش وبعدين دي الريزيستنس، والريزيستنس دي متوصله على الايه؟ على الطرف الثاني. طبعا لو السويتش ده مش موجود وانس انت وصلت عملت فولت هيبتدي الريلي ده او اللي هو الاي ام اف هتمنديوزد هنا بس الكابريكر ده يفصل، لكن انت حاطط هنا سويتش عشان انت بتكون عايز تجبر بس، هبتدي ادوس على السويتش ده. فلو دوسنا على السويتش ده تعالى بص كده تخيل كده هندوس عليه دلوقتي اهو، بعدين ايه اللي حصل؟ زي ما انت شايف كده ابتدى فيه تيار يمشي اهو من هنا اهو، التيار يبتدي يكمل كده المسار بتاعه اهو، يمشي بالريزيستنس ويكمل اهو. تعالى نبص اللي حصل، يبقى انت في عندك تيار اهو ابتدى يمشي في الريزيستنس دي. التيار ده خلي بالك اللي رايح بس هو اللي ماشي جوه الكور، اللي راجع راجع بره الكور، فبالتالي الكور ده هيبقى فيه انديوز دي ام اف في محصله، يبقى سول ستيت دايجرام ايه؟ هيدي اوردر للشنطه تريب، يبتدي السيركت بريكر ده يفصل، وهو ده دي الحاله الاخيره، هيروح جراوند فول سيركت بريكر يبتدي يتريب الدايجرام. الموضوع بسيط جدا. النقطه اللي بعد كده الجراوند فول سيركت بريكر ده اظبطه على تيار قد ايه؟ خليه يشتغل على تيار قد ايه؟ يبقى انت في مشكله هنا في الظبط في السيتنج بتاع الجراوند فول سيركت بريكر، يبقى انا بتكلم على هنا على السيتنج. اظبطه على كام؟ يشتغل من اول كام؟ أو والله الليكج ده اول قد ايه؟ فتعالى نبص كده، لو الهيومن يبتدي يحصل له مشاكل من الكيرف اللي فوق ده خلاص، يبقى انت الظبطه بتاعتك هنا بنقول الماكسيمم ليمتد باي في طبعا المنظمات العالميه عامله ايه؟ زي ما انت شايف كده عامله اللي هي ليميت للجراوند فول سيركت بريكر، اكيد اللي هو الليميت بتاعنا الماكسيمم ليميت بتاعنا اهو اقل من التيار اللي ممكن يعمل مشاكل الهيومن، لازم الظبطه بتاعته تكون اقل من الكارت اللي ممكن يعمل مشكله للهيومن بتاعك. خلاص؟ يبقى اكيد لو انت جبت السيركت بريكر وعملت له سيتنج انه يشتغل اعلى من التيار بتاعه اللي اشتغل فيه اعلى من اللي يعمل مشاكل بني ادم، الادم هيموت وانت لسه ما عملتوش، فهو الهدف كله من الجهاز ده هو ايه؟ هو السيفتي، فبالتالي لازم السيتنج بتاعك تكون اقل من تكون تحت الايه؟ اللي هو التيار بيعمل مشكله مع الهيوم. طبعا موضوع السيركت بريكر بس، ممكن حد يقول لك ايه؟ هل ممكن اعمل الكلام ده كسوكت؟ الموضوع بسيط، برضه لو انت عندك بريزه في البيت ولا حاجه خلاص؟ انا ممكن برضه اعمل اركب فيها الايه؟ الارث ليك سيركت بريكر او جراوند فولت سيركت بريكر. ففي الحاله دي ادي احنا التيار اللي خلينا او الفرجتين بتوع الكهرباء والنيوترال اللي هو داخلين على السوكت خلاص، رحت انت حاطط الكور بتاعك واللي بنتكلم عليه اللي بيكمبير التو كارنت وادي اللود بتاعي. لو حصل في مشكله او حصل فيه فولت في جوه اللود ده ويبتدي حد يتكهرب ولا حاجه، هيبقى في فرق بين التو كارنت دول، هيبتدي ان هو يفصل لك اللي هو السويتش ده زي ما انت شايف كده معاه سيركت بريكر، هيبتدي يفصل على طول. خلاص؟ يبقى انا في الحاله دي جراوند فول سيركت بريكر في الحاله دي ركبته مع السوكت بتاعي او الريسبتاك بتاعي. خلاص؟ ادي الفكره، نفس الفكره بالظبط اللي فاتت، مفيش اي فرق خالص، بس بدل ما كنت بتكلم على سيركت بريكر عادي، النهارده بتكلم عن سيركت بريكر جوه الايه؟ جوه السوكت، فانت بتاخد السوكت ومعاه سيركت بريكر بتاعه ونفس الفكره بالظبط، وفيها برضه التيست وفيها كل الايه؟ الكلام اللي حصل اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، شايفين ادي السوكت بتاعتنا ايه؟ داخلي فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي موجوده في سيركت بريكر. معايا؟ يبقى سيركت بريكر اتكلمنا عن فكرته وازاي بيشتغل. طيب النقطة المهمة بس هو الحاجات دي بتستخدم في ايه؟ الابلكيشنز بتاعته. فالسيركت بريكر هنا مبدئيا كده ده ممكن تستخدمه طبعا اكيد انت محتاجه في الدويلنج في المساكن او في البيوت والهوتلز. الاماكن اللي احنا محتاجينها في السكن يا بني، لو انت في الشقة اللي عندك ايه انت محتاج جراوند فول سيركت بريكر فين؟ في الاماكن اللي فيها احتمال ان البني ادم يحصل فيه مشكلة، وبالذات لو الريزستنس بتاعته قليلة. طب امتى الكلام ده؟ اكيد في الكيتشن، لو انت عندك في المطبخ خلاص، بالذات الاماكن اللي هي جنب اللي فيها ميه خلاص، اللي عندك الثلاجه غيره الحاجه اللي جنب الميه، هيبقى الانسان هنا في مشكله، يبقى لازم في الحاله دي نستخدم كل السوكتس بتاعتنا من النوع اللي هي ايه؟ جراوند فول سيركت بريكر، بحيث ان هي تحمي لك الكلام ده. برضه في الهوتلز في الموتلز، برضه في الاماكن المهمه اللي فيها مارينز الحاجات البحريه، او اللي احنا اي كل السوكتس الموجوده جنب حمامات السباحه لازم نستخدم الكلام ده، او السخانات او غيره. وبرضه الاندر ووتر لايتنج نقطه مهمه جدا هنتكلم كمان عليها بعد شويه، اللي هي الاضاءه بتاعه حمامات السباحه اللي تحت الميه، طبعا دي بتبقى عندك فيها انت خايف الجهد ده يوصل على الميه يبتدي يكهرب كل الناس الموجودين. برضه بستخدم اللي هي سيركت بريكرز برضه في النافورات والكلام ده، كل الحاجات اللي فيها ميه
خلاص معاه كهرباء، وبالتالي بيستخدم فيها الجلاون فولت سيركت بورد. ناخد بالنا من النقطه دي. يبقى انت بتيجي تعمل كيتشن ولا غيره، او بتعمل وفيسه او بتعمل كذا، لازم تاخد بالك كل اللي هي السوكت الموجوده قريب من الميه لازم تحط معاها جلاون فولت سيركت انتربتور او جلاون فولت سيركت بريكر. خلاص يبقى دي اللي ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه والظبط بتاعه. ادي ده الشكل بتاع السوكت بتاعتي خلاص، اللي هي بتبقى معاها جراوند فولت سيركت انتربتور زي ما شايفين كده. طب امتى بنستخدمها؟ خلي بالك اهو اللي هنا اللي بنقول اني اوتلت ويزن 6 فيت، اي مخرج كهرباء خلاص في حدود ال 6 فيت. بنتكلم 6 فيت يعني بنتكلم حوالي 180 سم ولا حاجه، بنتكلم تقريبا في حدود ال 2 متر. لازم اعمل ايه؟ لازم اوصل معاه هنا مع اي سوكت في حدود اللي هي ال 6 فيت اهي خلاص من السينك، سواء مصدر ميه او مصدر للصرف خلاص. لازم احط معاه جلاوند فول سيركت انتربتور خلاص، وبالتالي عشان ايه؟ اضمن الحمايه للهيومن اللي موجوده، لو حصل مشكله او حصل فولت في السوكت ده لا قدر الله. خلاص برضه بقى ده الشكل زي ما انت شايف كده، السوكت بيبقى معاها السويتش اللي هو بنتكلم عليه اللي بندوس عليه عشان اختبر اللي هو جراوند فول سيركت بريكر ده شغال ولا لا. وفي الحاله العاديه بيبقى في عندي ضوء هنا اخضر، معناه ان السوكت دي او الجهاز ده شغال كويس. خلاص كده تقريبا خلصنا الحته بتاع جراوند فول سيركت بريكر وعرفنا الفكره بتاعتها ايه وايه الابلكيشن بتاعتها. في جزء تاني صغير برضو هنتكلم عليه بسرعه كده، اللي هو برضو متعلق بالسيفتي، هنسميه الايزوليتنج او الايزوليشن ترانسفورم. طبعا كلنا عارفين يعني ايه ترانسفورم. لو جينا نتكلم اي واحد تقول له ترانسفورمر، ترانسفورمر زي ما احنا عارفين بينقل الباور من الايه؟ من زي ما شايفين من البرايمري للسكندري خلاص؟ إيه طبعا ممكن ان انت تعلي الجهد، ممكن يكون ده ستيب اب او ستيب داون ترانسفورمر. الايزوليشن ترانسفورمر ده نوع من الترانسفورمرز ما فيش كونكشن كهربي بين اللي هو البرايمري والسكندري، ما فيش كونكشن مباشر بين اللي هو البرايمري والسكندري خلاص الا الكور بتاعك. يعني زي ما احنا عارفين اي محول، ادي الكور بتاعنا اهو، فانت عندك هنا البرايمري وادي السكندري خلاص، مفيش اي كونكشن بينهم الا الماجنتيك فيلد اللي هيبقى موجود جوه الكور ده، مفيش اتصال كهربي بين الاثنين زي ما موجود في الاوتو ترانسفورم. فده اللي هو ايزوليشن ترانسفورمر. طب ايه الفكره في الموضوع؟ دي اللي بيشرح اهو الايزوليشن ترانسفورمر. قال لك اللي هو ترانسفورمر يوز تو ترانسفير الكتريكال باور من السورس خلاص لحد الايه؟ لحد اللود بتاعك، وبيفصلهم عن بعض. والكلام ده بيبقى بفصلهم ليه؟ عشان سيفتي ريزون، غرض الاساسي برضه اللي احنا ما زلنا بنتكلم على موضوع الايه؟ السيفتي. طبعا الكلام ده بنقول احنا بنستخدمه في الاجهزه اللي هي الايه؟ السنسيتيف. تعالى بس نستعرض الفكره وبعدين نبقى نرجع للايه؟ قصه ثانيه. تخيل كده زي ما قلنا اهو نفس الدايره اللي كنا تقريبا عاملينها عادي، ادي عندنا سورس، والسورس ده عندنا هنا لود، واللود زي ما شايفين كده ده السلك بتاعي داخل جوه اللود وخارج من الناحيه الثانيه زي ما كنا رسمنا اللي احنا كنا رسمناها من شويه. انت هنا حاطين سلك بريكر او فيوز عشان يحمي الايه؟ يحمي اللي هو الاكويبمنت بتاعي ويحمي السورس بتاعي لو حصل فولت زي ما اتفقنا قبل كده. خلاص؟ في الحاله دي تخيل كده لو حصل فولت والسلك ده وصل على جسم الجهاز اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. خلاص؟ اللي هيحصل ايه؟ في تيار هيبتدي يمشي. طبعا هنا خلي بالك اهو ده اول ما وصل للجراوند، التيار هنا الجراوند ده واصل للنيوترو بتاع السورس اهو، هيبتدي التيار هنا زي ما شايفين هنا هيبقى كبير جدا. خلاص ليه؟ لان تقريبا كل الفولت متوصل على الايرث اللي احنا شايفينه، وبالتالي التيار هنا هيبقى كبير قوي. الفكره في الايزوليشن ترانسفورمر، لا انا مش هوصل السورس على اللود مباشر كده، انا هحط ترانسفورمر في النص. الترانسفورمر زي ما انت شايفين هنا مش ايرث، هو السكندري بتاعه هنا مش معمول له ايرث. طب مش معمول له ايرث ده يفيدك او ايه اللي انت استفدته؟ تخيل كده في الحاله العاديه انت عندنا ادي حتى لو زي ما انت شايف كده الترانزليشن ممكن تكون 1 الى 1، انت حاطه هنا بس يعني الترانزليشن هنا 1 ل1، انت حاطه هنا بس عشان الايزوليشن. طب الايزوليشن ده استفدت منه ايه؟ تعال نركز كده. في الحاله العاديه اتفقنا اول ما يحصل فولت هنا في كرنت هيمشي ولا لا؟ في كرنت عشان النقطه دي واصله بالجراوند واللي هي واصله بالنيوترا بتاع السورس، فالدايره مكتمله. هنا انت السكند ده مش متوصل هنا، مفيش هنا زي ما شايفين مش حاطين ايرث هنا خلاص. فلو حصل ان النقطه دي وصلت بجسم الجهاز خلاص، ايه اللي حصل هنا؟ النقطه دي اصلا مش زي ما شايفين كده جسم الجهاز اهو،
مش متوصل مع النيوترال، فبالتالي مفيش تيار هيمشي الدايره زي ما شايفين اوبن سيركل، فبالتالي مفيش كارنت هيعدي. خلاص هيجي واحد يقول لك لا طب ما دي متوصله من هنا، لا دي متوصله بالبرايمري، لكن مفيش. لو انت جيت الجاست كده، حتى لو في بني ادم واقف هنا ووصل هو كم من الجراوند بتاعك هنا، اكنك عملت ايه؟ اكنك الترانسفورمر ده انت هنا السكندري مش حاطط له جراوند، اكنك وصلت النقطه دي كده بالجراوند. لو وصلت النقطه دي بالجراوند هل هيمشي تيار؟ مش هيمشي تيار ولا حاجه، النقطه دي بس جاست من الجهد اللي عليها هو اللي هيزيد، وتبقى ده الزيرو ده الريفرنس بالنسبه لك. فبالحاله دي انت مش حاطط ريفرنس. يعني احنا لو اتكلمنا على الدائره بتاعتنا، ادي الترانسفورمر اهو، تعالى بص كده خلاص. لو انت مش حاطط ريفرنس، فلو انت النقطه دي وصلت بالجراوند هيحصل ايه؟ مفيش حاجه، كانك هنا عامل بس ريفرنس للايه؟ للترانسفورمر بتاعك. خلاص مفيش تيار هيبتدي يمشي جوه الجراوند لان الدائره مش مكتمله. عشان يحصل لازم الطرف الثاني ده يوصل واخر بالجراوند. يبقى احنا بنتكلم في دبل فولت، لكن الفولت الاولاني عادي مش هيعمل مشكله. يبقى دي الفكره فيها ان انت عملت ايه؟ فصلت اللود عن السورس تماما، فعشان كده بيسموه ايزوليشن ترانسفورمر. اهو لو جينا نستعرض بس الفكره برضه وانت مش واخد بالك، بص كده في الحاله العاديه دي الهيومن ده اللي مسك اللايت ده حصل ايه؟ مكمل هنا الدايره اهو، التيار هيبتدي يمشي كده جوه الهيومن ويرجع للايه؟ للارث عادي خالص. لكن هنا تخيل كده انا حطيت ايزوليشن ترانسفورمر في النص، فالبني ادم اللي اهو اللي مسك هنا هيبتدي التيار يمشي كده جاي عند الجراوند. خلاص الجراوند هنا مش واصل بالنيوترال بتاع السورس. خلاص فبالتالي التيار في الحاله دي ستيل زيرو. طبعا يجي واحد يقول لك طب ما في عندنا اللي هو الثري كاباسيتنس، الثري كاباسيتنس دي بتبقى قليله جدا في الحاله دي والاسلاك هنا بتبقى صغيره، فالتيار اللي هنا تقريبا مهمل. لكن لو الثري كاباسيتنس دي كبيره او انت حطيت هنا ريزيستنس من اي نوع، هتبص تلاقي اللي حصل ايه؟ هيبقى في تيار ممكن يعمل مشكله مع اللي هو الهيومن، برضه يبقى زيرنا المشكله موجوده. يبقى الحل الايدل بتاعتي ان انت هتعمل ايه اللي هي الحاله السكند دي اهي؟ خلاص ان انت عازل الجهاز بالظبط وعازل اللود عن الايه؟ عن النيوترال بتاعتنا هنا او عن اللي هي الطرف الثاني بتاع اللي هو الترانسفورمر. طبعا مفيش كلمه هنا، مفيش داعي لكلمه نيوترال، لان في الحاله دي هم تو تيرمينال 1 وتيرمينال 2. في الحاله العاديه الاثنين دول فلوتنج. اول ما حصل فولت هنا خلاص النقطه دي وصلت الجراوند، الثانيه ما فيهاش مشكله لان انت عندك ايه؟ هنا اوبن سيركت، فبالتالي التيار اللي ماشي هيبقى زيرو، يبقى انت كده حميت اليوم ده. خلاص يبقى لو تخيل الشكل اهو، يبقى عندك سورس خلاص السورس ده بتاعنا بدل ما وصلنا مباشر على اللود ده رحنا عاملين ايه؟ حطينا الايزوليتنج ترانسفورمر، طبعا هنا من هاي ريزيستنس ماتيريال زي ما شايفين اهو، خلاص عازلين تمام بين البرايمري والسكندري. بالتالي هيومن اللي هو ماسك زي ما شايفين كده، شوف ماسك هنا اللايف اهو بايده ماشي واقف تاني على الجراوند، مش هيمشي في تيار. ليه؟ لان زي ما اتفقنا هنا في اوبن سيركت بتوين النقطه دي والنقطه دي، هنا مفيش اي اتصال مباشر بين الاثنين. طالما مفيش اتصال مباشر يبقى المقاومه هنا بانفينيتي، يبقى التيار اللي ماشي جوه اليومن ده بزيرو، وبالتالي انت حميت اليومن ده. يبقى انا عشان احمي اليومن ده بستخدم الاير سيركت بريكر، برضه بستخدم الايزوليتد ترانسفورمر في الاجهزه الحساسه جدا. خلاص ده طبعا السيمبل بتاعه زي ما شايفين كده، لازم اعمل دبل انسوليشن بتوين البرايمري والسكندري، لو لكن لو كان في كونكشن ما بينهم يبقى كل اللي عملناه ده ملوش لازمه. احيانا برضه بعمل ايه؟ باجي على السكندري ده واقلل كمان الجهد شويه، بدل ما اخليه الجهد العادي اللي هو 220، لا ده انا اقلله في بعض الاحيان، زي مثلا اللي بيحصل كشافات بتاع حمامات السباحه اللي هي الاضاءه تحت الميه، نخلي الجهد ده حوالي 12 فولت او 24 فولت. في الحاله دي خلاص لو انت حصل فولت زي ما اتفقنا كده كده مفيش كارنت هيمشي عشان ده ايزوليشن، حتى لو حصل سكند فولت وفي تيار ابتدى يمشي هيبقى انت عندك الاي بتساوي ايه؟ الفي على الريزيستنس. انت هنا قللت الفي، بدل ما كان 220 او 230 بقينا بنتكلم في 12، يبقى الجهد هنا قليل جدا مهما كانت الريزيستنس دي، وحتى لو قليله هيبقى التيار اللي ماشي هنا صغير، وبالتالي انت حميت الهيومن من الايه؟ من اللي هي الاحتمال ان هي تشك الكهرباء. خلاص يبقى انا الابلكيشن ده بيستخدم في ايه؟ ده بيستخدم طبعا في كل الاجهزه اللي هي طبعا الغرض بتاعه زي ما اتفقنا كده، الغرض كله من الحمايه من الكتريكال او الكتريك شوك، من الصدمه الكهربائيه. خلاص ده بيستخدم لكل الاجهزه السنسيف اكويبمنت زي الكمبيوتر زي الميديكال اكويبمنت، خلاص الاجهزه بتاع المعامل زي حمامات السباحه وغيره، خلاص كل الكلام ده بيستخدم فيها اللي هو الايزوليتنج ترانسفورم. خلاص طبعا ده مثال احد الامثله اهو، الراجل هنا بيلحم زي ما شايفين كده، مستخدم الراجل اللي بيلحم ده عملش عارف الشغلانه، احتمال كبير ان دي تيجي في اللايف وهو شغال، ادوا الوقت لمست لايف، بعد ما يدي لمست لايف زي ما شايفين نشوف مسار التيار، هيبتدي التيار المفروض يمشي كده يمشي كده اهو، مش الجراوند،
لكن هنا مفيش كونكشن بينه وبين السورس، فبالتالي التيار اللي ماشي الاي فولت ده بزيرو، وبالتالي انت برضه حميت الايه؟ الاي فولت في الحاله دي هيبقى بزيرو، وبالتالي انت حميت الهيومن ده من ان يحصل له مشكله. كون انت بتشوف الناس اللي بتلحم بتلاقي ماسك اللي هي الجهاز بتاع اللحام ومش خايف ولا حاجه، وتلاقيه لامس اللايف بدون اي مشكله عشان ان انت بتستخدم ايوليتك ترانسفورم. خلاص؟ عند لحد كده احنا تقريبا خلصنا موضوع السيفتي وخلصنا تقريبا الشابتر الاولاني، ان شاء الله هنبدا في المحاضره الجايه اللي هي الشابتر الثاني اللي هو الاوفر فولدر. شكرا يا باشمهندس.